مرحبا بكم أيها الإخوان في قناة كوارية في الذاكرة. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد النوستالجيا بهذا الشيء اللي كنت قاسم معكم اليوم في هذه القناة ديال كوارية في الذاكرة. ربما غادي تسولوني تقولوا لي منين جاتك هذه المعلومات. فهذه المعلومات تعلمتها وانا طفل صغير بفضل الله وفضل التلفازة اللي كانت كتشتغل بالباتري. وما دمت زدت انا في البادية في الرحام لسنة 1959، ففي نهاية الستينات وبداية السبعينات جاب لنا الأخ ديالي تلفازة بالباتري من نوع سوني. ومن هذه التلفازة هذه بحرت نحو العالم وبديت كنتعلم أبجدية كرة القدم وبديت كنعرف النجوم. بفضل هذه التلفازة ديال الباتري عرفت بيكنباور ولو باللونين الأبيض والأسود. بهذه التلفازة ديال الباتري عرفت نجوم ريال مدريد، عرفت ليال، سوتيل، زامورا، خوانيتو، خوان كارلوس، وهنايا كتشوفوا الحارس الألماني الشهير ماير. يعني بفضل يعني تلفازة بسيطة اللي كتخدم بالباتري وكتشتغل بالباتري، ولكن بحرت بفضلها نحو العالمية ونحو معرفة عمالقة كرة القدم العالمية. والمشكل اللي كنا غادي نتقاسم معكم أنا واحد النوستالجيا، وهو أن أصعب لحظات اللي كانت كنعيشها وهي ملي كيتقاد الباتري. ملي كان كيتقاد الباتري فالجاجة كتبدا تنقص من اليسر ومن اليمين، وخصوصا ملي غتكون شي مقابله كبيره وغادي نفلتها، لان الباتري الى خوالك الباتري خاصك تهزوا الاخ ديالي على الدراجه الناريه وكيدير الفيلاج وكيبقى 3 ايام تيتشارج عاد يجيبوا لنا ثاني عاد يمكن لك تفرج. وهنا كنشوفوا الحارس ماير. يعني هاد النجوم هادو كنتقاسم معكم، يعني عرفت ماير، عرفت الان روش الهداف الخرافي ديال ليفربول، عرفت النجوم العالميين سواء المغاربة هما غادي تجي الصور ديالهم أو الأجانب. فهنا يا ألان روش وغادي يجي صور أخرى اللي غادي نبينها لكم. عرفت سامي لي اللي كان كيتسمى الوحش وسط الميدان اللي كان كيلبس 8 ديال ليفربول. يعني هاد العمالقة عرفناهم بداية بسيطة في البادية على شاشة التلفازة اللي كتشتغل بالباتري. وبحال هاد الصورة هذه كنا كنجتمعوا وكنا كنفرحوا بدوك البرامج البسيطة اللي كانت بدات بهم التلفازة في تلك السنوات الخوالي. عرفنا المذيعين مثلا لطيفة القاضي، عرفنا محمد الجفان، عرفنا محمد البوكيلي، يعني وعرفت في الصورة كذلك كيفن كيغن النجم الانجليزي. صوره من وراء صوره، هذه ذكريات ونوستالجيا كنت قاسمها معكم اليوم مع نهايه الاسبوع. يعني نهايه الاسبوع كتكون فيها نوستالجيا، فانا كنت قاسم معكم هذه الذكريات الجميله مع البدايات ديال التلفزيون بالابيض والاسود. وعرفت كذلك في المغرب عرفت النجم احمد فارس اللي كنا نتابعوا مقابلة المنتخب الوطني المغربي واللون ولو باللونين الأبيض والأسود، يعني في الدوار. وكانت كانت أول تلفازة في البيت ديالنا في الدوار، يعني كانوا الناس كيجيو يوم العيد وكيشاهدوا صلاة العيد في التلفزيون. وكذلك عرفت المرحوم بيتشو. يعني هادو كل النجوم كانت قسم معكم، هذه نوستالجيا كتبقى في الذاكرة ديال البدايات ديال التلفزيون. فالتلفزيون بالباتري هو باش عرفنا هاد النجوم، ومع مرور السنين ومرور الايام بدينا كنتشبعوا بكرات القدم والنجوم. هذه المناسبه كنقول شكرا لهاد التلفازه البسيطه اللي تعلمناها بزاف ديال الحوايج، وتعلمنا منها المسلسلات العربيه فارس ونجود، الملتم، عازف الليل، وكذلك المسلسلات الدوليه دالاس، خبايا الغرب، هواي 05، الرجل الحديدي، قواعد اللعب، يعني وكذلك المسلسلات الوطنيه، وكذلك باقي كنعقل على المسلسلات ديال الاطفال فيليكس لوشا. يعني هذه نوستالجيا قسمتها معكم، وهي مناسبه باش نحكي لكم كيفاش تعلمت هاد الامور هذه.